تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. صباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس أو له آثار إيجابية على صحة الإنسان. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بفريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج معنا المخرج المتألق أيمن سرحيل أيضا، ومخرجتنا الأستاذة منى محمد، وأنا ومحدثكم عبد الله محمد جمعة. ودائما مستمعينا الأعزاء أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ودائما نذكركم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. دائما لبس الكمامة وبالأخص في الأماكن المغلقة، ودائما التباعد الجسدي بينك وبين الآخرين، وغسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. أول موضوع من مواضيعنا لهذا اليوم فقرة الأخبار وخبر محلي أو عالمي. اليوم تنامي الثقة بلقاحات كورونا مع تبدد المخاوف من آثاره الجانبية. ومثل ما عودناكم دائما مستمعين الأعزاء، فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها، سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة، وإن شاء الله بتعطينا المستجدات دائما زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرة أنماط الحياة اليوم تحت عنوان الشيخوخة والخرف عند كبار السن، وضيفي بيكون الدكتور محمد همام فوزي، أخصائي طب المسنين بقطاع الرعاية الصحية الأولية. وبنتحدث مع الدكتور عن الشيخوخة والخرف وعن أبرز الأمراض اللي قد تصاحب التقدم في العمر، وأيضا شو الأسباب، أسباب الخرف وأعراض الخرف وعوامل الخطورة. وأيضا بنتكلم مع الدكتور محمد عن طرق الوقاية. أما فقرتنا الثانية إن شاء الله اليوم بتكون عن خدمات قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. أيضا بنتطرق مع أو بيكون معنا عفوا عبر الهاتف الدكتور ناصر الأمين، أخصائي أمراض الروماتيزم بمستشفى دبي، وطبعا حديثنا بيكون معه عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي الخاصة بأمراض المفاصل والروماتيزم، وأيضا الفئة العمرية اللي هي أكثر إصابة بأمراض الروماتيزم، وما هي الأسباب والأعراض، وأيضا ما هي المضاعفات وكيفية التعايش، وهذا أيضا طبعا مستمعينا الأعزاء جانب مهم، كيفية التعايش مع المرض، وأيضا عن طرق الوقاية والعلاج. هاي كلها مواضيعنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ودائما نرحب بتواصلكم معنا، وبإمكانكم يعني تتواصلون مع الأطباء مباشرة عن طريق الأرقام التواصل 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وبننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتكون معنا عبر الهاتف زميلتي الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحك الله بالخير والنور والعافية.
صباحكم الله بنور سرور اخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعي اذاعه مربي. الله يصبحك اختي يسمى بالنور والعافيه. وشو بتخبرينا اليوم عن مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ بناخذ اليوم التركيز على الاسئله الاكثر شيوعا او الاكثر اللي تم تداولها في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمنها كنا حاطين امس بخصوص الدراسه اللي تكلمنا عنها ايضا في الاذاعه، وهي الدراسة اللي تقوم بها هيئة الصحة في الوقت الحالي مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وشركة بريفينكس، تجارب سريرية لاختبار التنفس السريع للكشف عن كوفيد. الأسئلة اللي وصلتنا إن متى سيتم يعني تطبيقها ومتى سيتم الحصول على المعلومات أكثر عن هذه الدراسة. حاليا مثل ما قلنا الدراسة هي أو الفحص تحت التجارب السريرية وتحت الدراسة. بكل تأكيد في حال يعني طلعت النتائج أو في حال اعتمادها 100% راح يتم الإعلان عنها في قنوات التواصل الاجتماعي بالتأكيد. فبخصوص أن وايد أشخاص سألونا عن هذا الموضوع، فنحن أكيد 100% إذا في أي تحديث عن هذا الموضوع سيتم وضعه في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا من ضمن الملاحظات اللي وصلتنا أن كيف ممكن واحد يأخذ أو يحصل على سجل طبي مجرد ما يدخل موقع هيئة الصحة. نحن لتسهيل حصول الخدمة للمتعامل تم وضع بانر كامل في الموقع، أحد البانرات الموجودة يضغطون عليه يحولهم مباشرة إلى الخدمة، خدمة الحصول أو التسجيل، سواء تسجيل أو لمعرفة رقم السجل الطبي الخاص فيهم. مجرد يحطون الإمارات آي دي رقم الهوية يوصلهم مسج، إذا كان عندهم ملف صحي في هيئة الصحة راح يطلع لهم رقم مباشرة. في حال كان يعني مش مسجلين قبل في هيئة الصحة ويطلع لهم مسج يوصل إشعار لهاتف الذكي، هواتفهم النقالة، وهذا الكود يحطونه ومباشرة راح يطلع لهم الرقم السجل الطبي، يقدرون منه يدخلون على التطبيق. التطبيق راح يسهل لهم وايد معرفة أقرب وقت وأنسب وقت حسب جدولهم. لذلك نحن دائما ننصح ونشجع على الاستخدام تطبيق هيئة الصحة بدبي، لأنه يعني واضح كامل، يعني الأوقات الموقع والتاريخ والوقت كله محدد. فيعني نحن دائما نشجع الجميع لاستخدام الهواتف أو تطبيق هيئة الصحة بدبي. نعم. أيضا نحب أيضا نأكد أن أخذ التطعيم لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. شفنا بعض الرسائل في قنوات التواصل الاجتماعي أن الناس تقول أن أوكي أنا أخذت تطعيمي الحين نقدر نحضن ونرجع لحياتنا قبل كوفيد. هذا الكلام غير يعني غير صحيح، ونشجع الأشخاص والأفراد عدم تداول هاي النوع من الرسائل. أخذ يعني ليه ما تطلع أي قرار أو أي معلومات تظهر من الجهات الرسمية على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي، غسل اليدين ولبس الكمام، وهذا لمصلحتهم ومصلحة الجميع وسلامتهم وسلامة المجتمع. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي نحن حابين نأكد عليها، لأن شفناها قاعد تتداول سواء في قنوات التواصل الاجتماعي في السناب، نشوف الأشخاص قاعدين يتداولونها كأننا خلاص يعني دخلوا التطعيم يقدرون يسيرون يخاطون ويطلعون بدون كمام بدون شيء. لكن احنا نأكد على أهمية اتخاذ إجراءات الوقائية حتى بعد أخذ تلقي اللقاح. وتقريبا هاي الأشياء اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي الأخت أسماء الجناحي. ومستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء بأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لفيروس كورونا مهمة جدا، وذلك لتقليل انتشار العدوى. قبل الفاصل مستمعين الأعزاء، نذكركم بأن فقرتنا الثانية بتكون اليوم تحت عنوان الشيخوخة والخرف عند كبار السن. ومثل ما تعرفون دائما مستمعين بأن مع التقدم في العمر يتعرض كثير من الأشخاص إلى يعني العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بتقدم العمر. طبعا الخرف والزهايمر من الأمراض اللي يتعرض لها الشخص في تقدم العمر. طبعا هناك أمراض أخرى تتطلب الرعاية الصحية وتتطلب يعني الكثير من الاهتمام، وذلك يعني لتفادي مضاعفاتها السلبية
وأعراض هاي الأمراض. بيكون ضيفي اليوم إن شاء الله عبر الهاتف الدكتور محمد همام فوزي، أخصائي طب المسنين بقطاع الرعاية الصحية الأولية. فمستمعينا إذا عندكم أي أسئلة واستفسارات حول هذا الموضوع بإمكانكم التواصل مباشرة معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، وعندنا طبعا الكثير حول هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ومرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة أنماط الحياة، واليوم مستمعينا الأعزاء تحت عنوان مثل ما ذكرنا قبل لا نطلع الفاصل الشيخوخة والخرف عند كبار السن. ومعايا عبر الهاتف اليوم الدكتور محمد همام فوزي، أخصائي طب المسنين بقطاع الرعاية الصحية الأولية. دكتور محمد صبحك الله بالخير والعافية. صباح الفل، صباح النور زي حضرتك وأهلا أستاذ المستمعين كلهم، صباحهم جميل بإذن الله. يا صباح السعادة دكتور، ويعني حاب الحقيقة روحك المعنوية هاي صباح الفل على الصباح. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. شاكرين يعني وقتك وجودك معنا والحديث أيضا عن هذا الموضوع المهم اللي الحقيقة أيضا يعني يهم فئة يعني مهمة جدا من يعني فئات أفراد المجتمع. دكتور طبعا مع تقدم العمر يتعرض كثير من الأشخاص إلى العديد من المشاكل الصحية، ومن ضمنها طبعا الخرف والزهايمر، وتحتاج يعني هذا النوع من الأمراض إلى رعاية يعني قد تكون شمولية دكتور إن صح التعبير، وليس فقط يعني رعاية علاجية. فلو تحدثنا دكتور بداية عن أبرز الأمراض اللي قد تصاحب التقدم في العمر بشكل عام فيما يتعلق بالخرف والمشاكل الأخرى اللي يتعلق فيها الـ يعني كبار السن في مراحل متأخرة من العمر. زي ما حضرتك يعني عارفين ان مع التقدم في العمر قدرة الجسم البدنية والذهنية بتضعف، يعني ده طبيعي، دي طبيعة البشر يعني. وطبعا مع يعني ظهور الأمراض اللي هي نتيجة الأكل أو التغذية الغير السليمة أو قلة الرياضة، زي يعني في السنين الأخيرة آخر مثلا 30-40 سنة، زي ضغط السكر أو زي ضغط الدم أو ارتفاع السكر في الدم، هما نتج عنه من تصلب شرايين وضعف في القلب. كل الحاجات دي طبعا بتبقى حتى لو التشخيص بتاعها في سن مثلا منتصف العمر، بس تبدأ مشاكلها تبان أكتر في مرحلة الشيخوخة أو بعد سن 65. فبالله عندنا معظم الأمراض اللي احنا جايين بها من السنين اللي قبل كده، زي الضغط، بس طبعا عندنا مشاكل في الضغط، زي مثلا قصور في الكلى أو لقد تصلب شرايين، حصل مثلا جلطات في القلب او جلطات لا قدر الله مخيه، كل ده برضه نتيجه التشخيص الاساسي او المرض الاساسي اللي هو ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، وكذلك برضه السكر ومشاكله في شبكيه العين ومشاكله على الكلى ومشاكله في التهاب الاعصاب. من طبعا الحاجات يعني كل الامراض دي مع طبعا يعني خشونه المفاصل مثلا، زي خشونه مفاصل الركبه او خشونه مفاصل الحوض، ومترتب عليه قلة الحركة أو قلة المجهود البدني عند كبار السن. وقلة الحركة بتؤدي برضو إلى مثلا عدم انتظام الجهاز الهضمي، ومثلا حدوث إمساك مزمن أو متكرر. طبعا مع مثلا في الذكور بيحصل تضخم في البروستاتا، وده بيحصل مشاكل في البول أو حرقان في البول أو صعوبة التبول، ده كل ده بيحصل مع كبار السن. طبعا من يعني او الامراض الشائعه او اكثر مرض شائع بيجي يعني بيبدا في السن الكبير، مش زي الامراض الضغط والسكر اللي بداوا قبل كده وبنشوف مشاكلهم في السن الكبير. اللي هو الخرف، اللي هو القصور الوظائف المعرفيه للمخ، يعني مش مجرد نسيان، هو احنا بنتكلم على ان الوظائف المعرفيه للمخ ككل
وظيفه المخ ككل، زي ما بيحصل فشل لعضله القلب او بيحصل فشل في الكلى، في الكلى برضه المخ كعضو من عضو من اعضاء جسم الانسان بيحصل له فشل، او يعني بيعجز عن اداء وظائفه اللي ربنا يعني كان خالقها او يعني كان متعها بيه. تمام، صحيح. طبعا اسباب الخرف يعني اسباب كتير قوي، في منهم اسباب يعني اسباب مؤقته يعني ممكن الشفاء منها، دي زي مثلا انخفاض الغده الدرقيه لا قدر الله، في مثلا ورم محدود في المخ، لو اتشال الورم ممكن وظائف المعافيه ترجع، في تجمع دموي في المخ مثلا نتيجه خبطه او نتيجه ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، لو التجمع الدموي ده ممكن يعني اتعالج ويعني وتاثيره انتهى ممكن الوظائف المعافيه ترجع او يعني تتحسن او ترجع زي الطبيعي، وفي برضه زي انخفاض نسبه فيتامين بي 12. لكن يعني ده بتحصل يعني دي موجوده اللي هو الاسباب المؤقته او الاسباب اللي ممكن العلاج منها والشفاء التام من القصور في الوظائف المعافيه او الخرف. لكن نعم. معظم دي مش دي مش يعني مش الاكثر شيوعا، الاكثر شيوعا هي الاسباب اللي هي او الامراض اللي هي يعني لا رجوع منها او لا يعني ما فيش يعني ادويه او ما فيش حاجه ممكن تشفي منها شفاء تام. طبعا اللي هو العنوان الكبير هو الزهايمر، ده اللي احنا يعني بنقوله على الخرف اللي ما فيهوش سبب محدد، صحيح، اللي هو ممكن نتيجه الضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم لسنين طويله، ارتفاع السكر لسنين طويله، وما نتج عنه ان بيحصل مثلا قصور في الدوره الدمويه للمخ، ينتج عنده جلطات ميكروسكوبيه صغيره ما بتتشافش طبعا يعني او ما بتعملش تاثير على الحركه والكلام زي الجلطات اللي احنا متعودين عليها الجلطات الكبيره، مع الوقت الجلطات الصغيره دي تبدا تتجمع او تبدا تتاثر على مراكز اتخاذ القرار ومراكز الذاكره ومراكز التفكير المنطقي والتسلسل في التفكير اللي هي احنا بنسميه الخرف الشيخوخه. نعم، ده اسمه الالزهايمر. في اسباب تانية طبعا، في اسباب او خرف بيجي بعد الجلطات المخيه احنا بنسميه خرف نتيجه قصور في الدوره الدمويه للمخ او فاسكولار ديمنشيا، وفي اسباب تانية ممكن الخرف بيجي مع يعني او ك يعني كمشاكل او ك عواقب لمرض مثلا زي شلل الرعاش مع مرور الوقت عليه بيحصل برضه قصور في الوظائف المعافية للمخ. ده بالنسبه ل يعني فكره عن الامراض اللي في كبار السن ومن ضمنها الخرف واسبابه. صحيح دكتور محمد، طبعا يعني حديثك عن الموضوع هذا حديث يعني شمولي، وذكرت بأن له أسباب قد تكون يعني أسباب نتيجة أمراض معينة يعني كانت أثناء يعني فترات معينة من العمر، سواء كانت أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض أخرى ثانية قد يعني تكون هاي أحد الأسباب. فلو نتحدث معك دكتور عن أعراض الخرف أو العوامل أو عوامل الخطورة، لأن مثل ما ذكرت بأن يعني يحتاج إلى رعاية متخصصة على أساس أنه ممكن يعني ما تؤثر بشكل أكثر على صحة الشخص. تمام، إحنا عندنا في يعني إحنا عندنا في الخرف إحنا يعني في اللي هو العلامات التحذيرية أو العشر علامات التحذيرية اللي إحنا نبدأ نشك إن الكبير في السن اللي معانا في البيت ممكن يكون بيعاني من الخرف أو الزهايمر. يعني هو يتميز مرض الألزهايمر دايما الشكوى منه ما بيجيش من المريض نفسه لأن يعني منطق الشكوى هو المخ، يعني أنت لما بتشتكي من حاجة يبقى المخ هو اللي بيقولك إن في حاجة بتوجعك، صحيح. فإحنا عندنا مرض اللي عندنا المرض ده المشكلة نفسها في المخ، فهو المخ مش هيشتكي إنه تعبان، فدايما الأعراض اللي إحنا دايما الأعراض بتيجي من المحيطين أو الأهل أو شريك الحياة، هو اللي بيبدأ يلاحظ العلامات التحذيرية دي. أول العلامات إن إحنا نبدأ نفقد أو يعني نبدأ ننسى الحاجات الحديثة، يعني نتذكر الأشياء القديمة ولكن الحاجات الحديثة ننساها، زي مثلا أنا فطرت إيه، بعد مثلا بعد مرور ساعتين ثلاثة ممكن يطلب الفطار تاني، يعني هو ما يتذكرش إنه فطر مثلا، إنه تناول وجبة الفطور، أو يعني ممكن يصلي مثلا وبعدين يروح بعد ساعة يتوضى تاني ويصلي، ما يتذكرش إنه يعني انتهى من صلاة الظهر أو من صلاة العصر. ممكن ضيف يجي ابن أو حد من الأقارب يزور مثلا فترة النهار
وبعدين يمشي، وبعدين بعد شوية يسأل على هو فين فلان، يعني هو كان عندك من شوية، لا ما أنا ما شفتش حد. صحيح. دي أو دي اللي هي القصور في الذاكرة الحديثة، اللي هي الذاكرة التي حدثت خلال يوم أو يومين. تمام. صحيح. الشيء الثاني إن هو يعني ما يقدرش يعمل حاجات البسيطة، يعني لو يعني مثلاً مجرد مثلاً إنه يجيب كوباية، يجيب مثلاً أو يجيب قاروره المية يصبها في كوباية ويشرب، التاسك البسيط ده اللي هو يفتح الغطاء ويحط المية في الكوب الزجاجي ويشربه ما بيقدرش ينفذ، يعني ما عنده المية وعنده الكوباية، الثلاث خطوات دي ما يعرفش ينفذها مع بعض. ممكن يعني ممكن يحاول يصب المية والغطاء مقفول، نعم. أو ممكن يحاول يعني يصب المية مثلا في الأرض، فاهم حضرتك؟ دكتور محمد، عفوا دكتور، يعني الأعراض اللي تفضلت فيها، هل ممكن تكون هاي الأعراض يعني تبدأ بمرحلة مرحلة، ولا أنه ممكن يعني فجأة يتعرض لها هاي الأعراض بشكل يعني مفاجئ؟ لا هي بتبدأ، يعني لو احنا بنتكلم على الزهايمر اللي هو 70% من الحالات بتبدأ بالتدريج، بالتدريج بتبدأ نعم. بالتدريج نعم. لكن لو لا قدر الله في أي مرض تاني زي شلل الرعاش أو جلطة في المخ كبيرة، بعد الجلطة ممكن نلاقي إن احنا في مرحلة متقدمة من أول يوم، إن احنا يعني ما فيش وظائف معرفية، يعني في وظائف كتير من المخ مش شغال أو متعطل. صحيح. لكن أنا بتكلم على الزهايمر اللي هو معظم الناس، إن احنا بنلاقي إن الذاكرة الحديثة بتضيع في الأول، ان احنا مش نقدر نعمل الاشياء البسيطه، ان احنا عندنا مشاكل في اللغه، يعني انا عارف ان ده الم بس انا مش عارف اقول ان هو الم، انا عارف ان دي مفتاح بس انا مش عارف اس كلمه مفتاح مش عارف اجيبها. تمام. ممكن الليل والنهار ما بقاش فيه يعني ادراك شويه، ممكن يتوه جوه البيت مثلا ما اعرفش غرفته من الحمام او من المطبخ، فيعتقد ان ده مثلا الحمام هو غرفته، او يعتقد ان ده الغرفه بتاعته جوه الحمام. تمام. نعم. ده يعني ده ملخص للعلامات البسيطه، وطبعا بيحصل مع تغير في المزاج والعصبيه، يعني بتلاقي بدون سبب العصبيه زادت، القلق زاد، التوتر، دي برضو من ضمن الاعراض اللي هي التحذيريه. دكتور بعد كده احنا نعم. دكتور محمد، بس عندنا يمكن دقيقتين فقط، وحابين ان نركز معاك على الجانب المهم في الموضوع، ان يعني نحن متاكدين ان في هناك كثير من الحالات موجوده في البيوت، فنحتاج دكتور ان نتكلم في كيف يتم التعامل مع المرض، يعني اللي تفضلت فيه مرض الخرف، وكيف يكون دور الاهل في هذا المجال. ومثل ما ذكرنا دكتور نحن في البدايه ان الشخص المصاب يحتاج الى برنامج علاجي متكامل لا يختصر فقط على الدوائي، يحتاج إلى برنامج دوائي، متابعة، يحتاج إلى دعم اجتماعي، يحتاج إلى دعم نفسي، فيحتاج إنه أيضا يعني ثقافة أسرية، بحيث إنه يتم يعني متابعة الحالة هاي ودعم الشخص هذا بالطريقة الصحيحة. تمام. هو يعني رعاية مرض الألزهايمر هي رعاية متكاملة، يعني لا تشمل الرعاية الطبية الدوائية، وفي رعاية التغذية والرعاية الاجتماعية والرعاية النفسية. نعم. تمام. احنا في دائرة الصحة احنا يعني كقسم كبار السن واحد ساعة الأسية عندنا خدمات كثيرة تتمثل، مثلا عندنا عيادة للذاكرة، اي حد عنده يعني حد بيشك ان بدأت العلامات دي تظهر هو يتوجه لأقرب عيادة صحية عند دكتور طبيب الأسرة ويطلب تحويل لعيادة الذاكرة. لعيادة الذاكرة موجودة في مركز المزهر الصحي، بنشوف المريض ونقيمه وبنبدأ نكتب له العلاجات ونبدأ ندي خطة العلاج. برضو عندنا أخصائيين اجتماعيين، ممكن لو المريض يحتاج أو أهل المريض لكيفية التعامل اجتماعيا مع الخرف، في أخصائيين تغذية، إزاي التغذية الصحيحة والسليمة في مراحل المرض المختلفة، المرحلة الأولى أو المراحل المتأخرة. الرعاية النفسية برضو احنا كدكاترة كبار السن بنقيمها وبنشوف لو يحتاج أدوية تساعد النفسية على التحسن أو المزاج. عندنا برضو دورات رعاية لرعاة المسلمين اللي هما بما فيهم الأهل، سواء لو بنت أو ابن هو اللي براعي الوالد، أو حتى اللي هما مدفوعين الأجر، إزاي يقدر يتعامل مع كبار السن، إيه العلامات اللي يعني يقدر يتعامل معها، إيه المشاكل اللي أكتر بيواجهها في نشاط حياة يومي أو في الأنشطة اليومية، ويقدر يتعامل مع مريض الخرف. نعم. تمام. فهي بتبقى رعاية متكاملة بتخش فيها الدكتور والأخصائي الاجتماعي وأخصائي التغذية
وطبعا والكون الاساسي او الفرد الاساسي في الرعايه هو بيبقى الراعي الاساسي للمريض ده، لو حد من الاهل، وبالاضافه الى لو حد بيساعده كمثلا مساعد في البيت او ممرض. دكتور محمد همام فوزي، أخصائي طب المسنين بقطاع الرعاية الصحية الأولية، نحن الحقيقة شاكرين وقتك الثمين ومعلوماتك الجميلة الحقيقة وخدماتكم المميزة اللي تقدمونها لهاي الفئة من الناس اللي لهم اهتمام كبير جدا من هيئة الصحة بدبي، ونحن نعرف أن خدماتكم أيضا متميزة وشمولية لهاي الفئة. شكرا دكتور لك، وشكرا لفريق العمل معك، وشكرا جزيلا. مستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا أيضا فقرة جميلة جدا اليوم عن خدمات قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي، وبيكون معي ضيف الدكتور ناصر الأمين أخصائي أمراض الروماتيزم بمستشفى دبي، وحديثنا معه أيضا عن خدمات اللي يقدمها قسم الروماتيزم والفئة العمرية الأكثر إصابة بهاي الأمراض. ودائما بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ومرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، وتحت عنوان خدمات هيئة الصحة بدبي وقسم أمراض الروماتيزم بمستشفى دبي. مستمعينا، دائما يعتبر قسم أمراض الروماتيزم من الأقسام التخصصية المتميزة بمستشفى دبي التابع لهيئة الصحة بدبي، والتي تقدم خدماتها المتعددة للمرضى من خلال نخبة من الكوادر الطبية المؤهلة والقادرة أيضا على التعامل مع مختلف الحالات المرضية في هذا المجال. للمزيد حول هذا الموضوع وللتعرف أيضا عن قسم أمراض الروماتيزم، يشرفني أن يكون معي اليوم عبر الهاتف الدكتور ناصر الأمين أخصائي أمراض الروماتيزم بمستشفى دبي. دكتور ناصر، صبحك الله بالخير والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. وعليكم السلام دكتور. بسم الله والصلاة على السلام على رسول الله. نشكركم كثير على هذه الاستضافة، وأتمنى أنه يعني تكون فيها معلومات مفيدة للمستمعين. أكيد دكتور، مدام أنك أنت معانا أكيد إن شاء الله بنستفيد، ومستمعينا بيستفيدون من خدماتكم المميزة الحقيقة في قسم أمراض الروماتيزم. دكتور ناصر، طبعا أتوقع أن الروماتيزم أيضا يعتبر من الأمراض المزمنة لبعض فئات الناس، فلو نتحدث دكتور في البداية عن الخدمات اللي تقدمونها في قسم الروماتيزم للمرضى بمستشفى دبي. طيب، بالنسبة للخدمات المقدمة، طبعا هي يعني تشمل شريحة كبيرة من المرضى. الخدمات المقدمة طبعا بتتوزع على يعني أشكال مختلفة، من أهمها طبعا العيادات طبعا الخارجية، هي طبعا متابعة الحالات المزمنة لمرضى الروماتيزم. وزي ما تعرف إنه مرضى الروماتيزم بيحتاجوا، زي ما كما ذكرت إنه يعني هو من الأمراض المزمنة، وبالتالي المريض بيحتاج إنه يكون في متابعات مستمرة مع الطاقم الطبي. كذلك من ضمن الخدمات كذلك في خدمات طبعا بالنسبة اللي هم شيء عندنا هو بيسموه العناية اليومية، اللي هم مرضى الروماتيزم اللي بيحتاج محاليل وريدية ولكن لا تحتاج إلى التنويم يعني أكثر من يوم، فعندنا قسم خاص للعناية اليومية. وكذلك الخدمات تشمل كذلك نفس الشيء اللي هو يعني التنويم المرضى، اللي هم بعض المرضى بيحتاجوا على حسب الحالة، في بعض الحالات مثلا خارجة بتكون مثلا يعني وصلت إلى قسم الطوارئ أو شيء، أو محولة من مستشفيات أخرى، فهذه برضو من الخدمات. صحيح دكتور ناصر، يعني الفئات العمرية إذا نتحدث، هل هناك فئات عمرية هي عرضة للإصابة أكثر من فئات عمرية أخرى؟
بالنسبة للفئات العمرية فعلا في بعض الفئات العمرية يعني تكون عرضة أكثر. الإصابة برضو كذلك من الأشياء المهمة نذكر هنا أنه الإصابة عند الأمراض الروماتيزمية المناعية عند النساء عادة يعني بنسبة أكبر من الرجال. ولكن على الإجابة على سؤالك بالنسبة للفترات العمرية الأكثر عرضة للإصابة عادة يعني مثلا ما بين العشرين والخمسين، يعني اللي هم فئة الشباب والفئات المتوسطة في العمر. طبعا هذا بشكل عام، لكن طبعا الروماتيزم ممكن يصيب يعني الناس في سن مبكرة حتى في سن الطفولة، وممكن كذلك في فترات متأخرة، ولكن هذا يعتمد على حسب نوع الروماتيزم. ولكن طبعا في بعض الأشياء الثانية يعني غير الروماتيزم المناعي، مثلا في أمور مرتبطة مثلا بخشونة المفاصل أو الهشاشة العظام، هذه بتكون شوية في الفئة المتقدمة، يعني في شوية على كبار السن بيكون هم عرضة أكثر للإصابة بالروماتيزم. نعم طبعا دكتور، يعني مثلا يعني على سبيل المثال مرض أو داء السكري، هناك أسباب، يعني مثلا ممكن السمنة تكون أحد الأسباب، إذا كان تاريخ مرضي للعائلة مثلا ممكن يكون أحد الأسباب، ونمط الحياة الغير صحية سواء كانت يعني قلة الرياضة أو التغذية الغير صحية. فلو نتحدث يعني بالنسبة للروماتيزم دكتور ناصر، هل له أسباب واضحة ومعروفة؟ طيب بالنسبة للروماتيزم هو صراحة في كثير من الأسباب لا زالت مجهولة، ولكن في بعض الأمور هي مؤكدة علميا تلعب دور في الإصابة بأمراض الروماتيزم. واحد من أهم الأشياء اللي احنا نسميه الاستعداد الوراثي أو الاستعداد الجيني، يعني إذا كان في شخص أحد أقربائه خاصة أقارب من الدرجة الأولى مصاب بمرض من أمراض الروماتيزم المناعية، فاحتمالية الإصابة بتكون أكبر، يعني مش 100%، ولكن طبعا الاحتمالية بتكون أكثر من الأشخاص اللي ما عندهم حد في الأسرة خاصة الأقارب من الدرجة الأولى مصابين بهذا المرض. من الأشياء الثانية اللي هم العادات الصحية الخاطئة خاصة التدخين، يعني مثبت أنه التدخين من الأشياء اللي تؤدي برضو إلى الإصابة بالروماتيزم، وخاصة من أنواع الروماتيزم المتعلقة بالمفاصل. نعم دكتور دكتور ناصر بكمل معاك، ولكن بناخذ اتصال من أبو عبد الله. أبو عبد الله صبحك الله بالخير والعافية. صبحك الله بالنور والسرور، وصبح على الدكتور ناصر. شاكرين لك تواصلك معنا في برنامج صحة وسعادة، ودكتور ناصر معاك على الخط. السلام عليكم دكتور ناصر. وعليكم السلام عبد الله، كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله رب العافيه. بس عندي رسالة شكر لأمانة لمستشفى دبي، وبالأخص الدكتور ناصر اللي على هو ويانا حاليا، يعني كنا من الأشخاص المعالجين عنده حاليا. تتعالج معه ما شاء الله الحين. ما شاء الله ما شاء الله. كم صار لك أبو عبد الله تتعالج مع الدكتور؟ والله صار لي الحين سنة وست شهور تقريبا. لو تخبرنا تجربتك يعني من البداية كيف كانت؟ عانيت من الروماتيزم مدة 4 سنوات. نعم. ومريت على أكثر على المستشفى، ومن ضمن المستشفيات سافرت خارج الدولة. نعم. ومعظمهم كانوا يقولوا لي احتمال كبير عندك التسك. نعم. سبحان الله في شخص دلني على الدكتور ناصر، فقال لي الدكتور موجود مستشفى دبي تخصص الروماتيزم. فسبحان الله بس وضعي يعني الكشف السريري أكد لي احتمالية الكبيرة مش ديسك، إن هي موجودة احتمال كبير الروماتيزم، فنتأكد عليها بعد أخذ الفحوصات الشاملة. صحيح. سبحان الله أخذنا الفحوصات الحمد لله الشاملة، وأكد لي فعلا أنك عندك الروماتيزم، ووجهني على العلاج واستمريت الحمد لله على العلاج. وفوق هذا الحمد لله يتواصل معي يعني الدكتور نفسه، إذا تواصل وياه عن طريقة الواتساب يتواصل إياه برد سريع، يعني ما يقصر الدكتور. نعم. رغم أن كنا في جائحة كورونا من فترة من فترات، وعانيت بألم شيء بسيط، وقمت أتواصل إياه ويعطيني يعني الحلول، شو أتصرف كيف أتصرف شو أسوي، يعني أشكره جزيل الشكر الصراحة. شاكرين لك أخوي أبو عبد الله على اتصالك برنامج صحة وسعادة، وهذه دائما طال عمرك يعني نهج هيئة الصحة بدبي هي يعني تأمين أو رعاية صحية متميزة للمتعاملين، ونهجها دائما هو يعني مجتمع صحي وسعيد. شكرا لك أبو عبد الله. نعم، وأنا أشكر جميع الطاقم الطبي اللي موجود في قسم الأقص الروماتيزم، الحمد لله صار لي أتعامل يوم سنة وست شهور. نعم. الحمد لله رجعت لصحتي، يعني كنت جميل. فترة ما كنت أقدر أمشي أصلا. نعم. الحمد لله. مجهود ومتواصل، وطريقة العلاج اللي أعطوني إياه
وصلوا لي اياه الحمد لله فضل من الله ثم منهم الحمد لله حاليا الحمد لله الحمد لله واشكركم مره ثانيه. العفو ابو عبد الله ونحن شاكرين تواصلك ايضا معنا برنامج صحه وسعاده ويعطيك الف عافيه ويومك سعيد ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور ناصر صراحة المكالمة أو الاتصال جميل من الأخ أبو عبد الله أيضا نعم تفضل دكتور صراحة يعني هذه شهادة الواحد يعتز فيها كثير يعني ونشكر صحيح. الأخ أبو عبد الله ويا رب دائما نكون عند حسن ظنهم وهذا واجبنا في الآخر يعني أكيد يعني ونحن نسعد كثير يعني بحيث إنه المرضى يتحسنوا وفي استجابة للأدوية والعلاج هذا الشيء يشرح الصدر صراحة بشكل كبير يعني. دكتور النقطة اللي تطرق فيها المتصل أخ أبو عبد الله اللي جميلة جدا الحقيقة هو يعني متابعة الفريق الطبي للشخص اللي أو المتعامل إن صح التعبير يعني هو ذكر أنك أنت دكتور شخصيا تتابعه وكانت ظروف قد تكون يعني كورونا وصعوبة وصولهم إلى المستشفيات خلال فترة معينة فهذا جدا جميل جدا أن يتم يعني متابعة طبيب مثلك أنت دكتور ناصر أخصائي وأكيد عندك التزامات ثانية ولكن يعني تواصلك مع المتعاملين هذا أيضا يعتبر يعني شيء كبير جدا بالنسبة لهم وأيضا يعني يقدر. الحمد لله طبعا جزاك الله خير على الكلام هذا الطيب ونشكر الأخ برضه أبو عبد الله. فالحقيقة طبعا هو إحنا كواجبنا كأطباء وخاصة في الروماتيزم لأنه زي ما أنت تحدثت في السابق وذكرت انه مرض الروماتيزم هو من الامراض المزمنه وبالتالي بيحتاج متابعه لثيقه ويعني وكذلك لانه بعض المرضى بيكون عندهم تساؤلات وقد تحدث بعض الامور الطارئه يحتاج تعديل في الادويه وهذه الاشياء ولذلك احنا دائما بنحرص انه يكون في تواصل بينه وبين المرضى من وقت اخر ويكون في سهوله انه المريض يوصل للطبيب اذا احتاجه في اي وقت لانه هذه من الاشياء المهمه جدا وكذلك مهم جدا انه احنا ما ننسى انه احنا والمريض زي ما بيقولوا فريق واحد صحيح وفي الاخر هدفنا واحد هذا جانب مهم دكتور نعم فهذا هو الاشياء يعني زي ما بيقولوا شراكه يعني احنا نعتبر هذا الشيء شراكه بينه وبين المريض صحيح هو دكتور ناصر كل الأمراض الحقيقة وبالأخص الأمراض المزمنة يعني إن صح التعبير موضوع المصابين بالروماتيزم أو السكري أو الضغط أو أمراض الكلى وما شابه ذلك يحتاج يعني يحتاجون أن يحسون بنوع من الأمان والإطمئنان أن في تواصل بينهم وبين الفريق الطبي وأنا متأكد يعني أن هيئة الصحة بدبي توفر الحقيقة هذا النوع من الخدمات المميزة الشمولية وأنت ذكر دكتور في بداية الحديث أن يتم يعني علاج الشخص هذا بأكثر من شخص كفريق طبي على أساس أن نحن اليوم صح أن يكون الشخص عنده هذا النوع من المرض أو يكون مرض مزمن ولكن الهدف بأن مستقبلا يعني ما يتعرض لمضاعفات قد تكون خطيرة على صحته نعم صحيح وبس حبيت برضو أضيف أنه يعني طالما تطرقت هذا الموضوع أنه فعلا حتى إحنا مثلا بالنسبة لنا عندنا عيادات تخصصية بالاشتراك مع أقسام أخرى لأنه زي ما أنت عارف مرضى الروماتيزم مرات يكون عندهم أعراض أو المرض نفسه أثر على أعضاء أخرى مثلا على سبيل المثال عندنا عيادة مشتركة بيننا وبين قسم الكلى أمراض الكلى لأنه هذا برضو من الأشياء المهمة فهذا بيوفر على المريض برضو المتابعة إنه المريض بدل ما يوم يروح عيادة الروماتيزم ويجي مرة يروح عيادة الكلى والأمور بتكون مرتبطة مع بعض والقرار بيكون أفضل فالمريض بيجي زيارة واحدة بيكون أخصائي الروماتيزم موجود وأخصائي الكلى موجود ويتم التناقش والمتابعة وكذلك عندنا عيادة برضو مشتركة مع قسم الحوامل لأنه زي ما أنت تعرف الحوامل يحتاج رعاية خاصة وكذلك اختيار الأدوية أثناء الحمل صحيح. وهذه الأشياء وبيكون في برضو اشتراك بيننا وبينهم وكذلك عندنا برضو عيادة مشتركة مع قسم العيون نفس الشيء وفي أفكار إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله عيادة مشتركة برضو مع قسم الصدرية وكذلك مع القسم الجلدية برضو إن شاء الله بيجي. جميل جميل أنا الحقيقة دكتور يعني شاكر لكم صراحة هذا النوع من العلاج اللي يتوفر في هيئة الصحة بدبي اللي هي استراتيجية يعني شمولية ويعني اليوم أنا الحقيقة يعني من خلال حديثك دكتور معايا أحس بأن أنتوا يعني ما تقدمون فقط يعني خدمة علاجية وإنما هي يعني أو ما تعالجون فقط الشخص وإنما يعني أنتوا مهتمين بأن يتم يعني إدارة حالة الإنسان هذا من جميع الجوانب سواء الجانب العلاجي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب النفسي فهذا الحقيقة يعني شيء جميل جدا ومشرف دكتور ناصر
الحمد لله. دكتور ننتقل معك إلى يعني جانب آخر الحقيقة من الحديث، ومثل ما ذكرت أنت يعتبر يعني الروماتيزم في أو لبعض الناس كيعني داء مزمن، فكيف ممكن الدكتور يعني يتعايش الشخص مع هذا المرض بحيث أنه ما تصير له مضاعفات في المستقبل؟ ممتاز جدا، هذا سؤال مهم جدا، وأتمنى برضو الإجابة تكون مفيدة للجميع والمستمعين وخاصة مرضى الروماتيزم. نعم. بالنسبة للمرضى المريض الروماتيزم، زي ما تفضلت وذكرت أنه هو مرض مزمن، وبالتالي بيحتاج متابعة لصيقة. ومن الأشياء المهمة جدا أنه المريض يعني يلتزم بالمتابعات، يلتزم كذلك بالأدوية، ويعني يتجنب أنه مثلا يعني حتى لو كان عنده تساؤل في بعض الأدوية ما يوقف الدواء من نفسه إلا بعد استشارة الطبيب، لأنه بعد يكون في خيارات ثانية الأدوية وهذه الأشياء. وكذلك من الأشياء برضو كما ذكرنا اللي هو المتابعات المهمة جدا، وإنه المريض برضو من حقه إنه يعني يثقف نفسه عن المرض. يعني إحنا طبعا بنحاول بقدر الإمكان نعطي معلومات للمريض، نثقف المريض، لأن هذا يعتبر جزء من العلاج نفسه. صحيح. ونعم، وكذلك إنه المريض برضو يعني حتى لو عنده تساؤلات عنده شيء برضو يعني يستفسر الطبيب، وهذه الأشياء هذه من الأشياء مهمة جدا إنه للوقاية من إنه تحصل مثلا مضاعفات لمرض الروماتيزم. نعم دكتور ناصر، عندنا دقيقة تقريبا، حابين أن يعني توجه نصائح للمرضى اللي يعانون من الروماتيزم. طيب، أنا بوجه نصائح للمرضى اللي بيعانوا من الروماتيزم. أولا يعني إنه هو المريض الروماتيزم يعني ما يحس إنه مثلا هو مختلف عن باقي الناس، أو إنه هذا المرض يعني حيعيقه إنه مثلا يقدم شيء في المجتمع، أو يعني سواء كان على مستوى أسرته أو المجتمع بشكل عام. بالعكس، يعني مريض الروماتيزم يقدر يتعايش مع المرض، وبيكون في استجابة والحمد لله بفضل رب العالمين في تقدم كثير جدا في يعني العلاجات الروماتيزم، التحاليل، الفحوصات، وكذلك اكتشاف الحالات في مراحل مبكرة. يعني هذا الشيء مشكل سابق يعني صراحة. صحيح. فهذه من الأشياء اللي تخلي دائما المريض الروماتيزم يكون متفائل جدا، لأنه التفاؤل نفسه من الأشياء اللي بتخلي المريض يعني يلتزم في الأدوية، وبيكون عنده فرص أكبر للاستجابة للأدوية، فرص أكبر للشفاء. صحيح. فهذه من الأشياء أنا بوجهها لمرضى الروماتيزم. الأشياء الثانية برضو مهم جدا إنه المريض يهتم بنفسه بصحته بشكل عام، خاصة بالمثلا النشاط الحركة والرياضي، يتجنب مثلا العادات الصحية الخاطئة، لأن هذا يعني مثل التدخين، لأنه مثلا بيقلل حتى من الاستجابة للأدوية. الغذاء الصحي بشكل عام مهم جدا. كذلك النوم برضو، يعني النوم بيكون برضو بشكل صحي، يتجنب السهر، يتجنب هذه الأشياء. وكذلك من الأشياء المهمة برضو وهذا الشيء ما نهمله تماما، اللي هو الصحة النفسية. يعني إنه دائما مريض الروماتيزم برضو يحاول إنه يعني ما يكون مثلا عنده أفكار سلبية، يعني الطاقة الإيجابية وهذه الأشياء. والحمد لله على نعمة الإسلام برضو، يعني في أشياء كثيرة، الأذكار، الصلاة، هذه كل أشياء برضو تخفف على الواحد كثير. الدكتور ناصر الأمين، أخصائي أمراض الروماتيزم بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي، سعداء جدا الحقيقة وجودك معنا دكتور، ومعلوماتك القيمة حول موضوع قسم الروماتيزم. شاكرين لك دكتور كل الشكر والتقدير، ولفريق العمل معك، ويعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، وجزاكم الله خير على الاستضافة، ونتمنى دائما لكم التوفيق إن شاء الله، ودائما أنتم برضو بتساهموا في جزء مهم جدا اللي هو يعني نشر التوعية، وهذه من الأشياء المهمة جدا. شكرا دكتور ناصر، شكرا. جزاكم الله خير. مستمعينا الأعزاء، ومن فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي وخدمات أمراض الروماتيزم بمستشفى دبي، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، واتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أن أشكر فريق العمل المبدع معاي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ومخرجينا الأخت منى محمد، وأيضا مخرجنا أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.